فين المشكله؟ انا بشكرك الاول على الاستضافه، وبشكر يعني فريق الاعداد وهو بيكلمني بيتكلم على ان احنا عايزين مصنع على الارض. انا بكلمك انا مصنع على الارض. والفريق كله كلمك ولا فريد اللي كلمك؟ لا طبعا فريدة على راس الفريق. فبكلم حضرتك دايما على انا موجود مصنع على الارض، وعايز التزم بالسؤال الاولاني خالص، احنا كنا فين في الصناعه ورحنا فين؟ لان السبع ثمان سنوات دول حصل فيهم حاجات كتير جدا، وكنا ماشيين بشكل كبير جدا على الطريق، غير الظروف الاقتصاديه العالميه والظروف الامنيه اللي حصلت في العالم كله. مصر الانتاج الصناعي كان في مصر عامل كام سنه 2014 والنهارده عامل كام؟ عمل حد اخر ارقام طلعت تقريبا في 2020 يعني كان عامل 357 مليار ناتج الصناعه في مصر. انها 2020 اخر ارقام طلعت تقريبا 950 مليار. الارقام دي ارقام كبيره جدا. انا من ضمن الناس في 2016 كنت مستورد وبدات اصنع، شايف الدوله جاده زي ما حضرتك بتقول يلا نصنع، احنا محتاجين نصنع كل منتجاتنا، حتى لو منتجات انا بختلف مع ناس كتير جدا فكره سلعات استراتيجيه وسلعه مش عارف. احنا صناعه، العالم ما اشتغلش بانه ينقي صناعات ويشتغل في صناعات معينه وصناعات لا. فطبعا احنا صنعنا صناعات، ناس كتير زي عملت ده، عشان كده الارقام تضاعفت بشكل كبير جدا. عملنا صناعه، بدانا نصدر. انا بكلم حضرتك منتج مش استراتيجي ولا اي حاجه، بصنعه النهارده بصدر. إيه؟ انا بصنع نجيل صناعي ارتفيشال ده ما كانش موجود في مصر خالص. النهارده انا بصدر لحوالي 32 دوله في العالم. بتصنع في مصر؟ بصنع في مصر. المدخلات بتاعتك منين؟ المدخلات عندي 50%. انا اقول لحضرتك من المميزات المهمه اللي كنا بنتكلم فيها، في شركه المانيه كانت بتديني ماده خام معينه، جت عملت مصنع في مصر عشان تديني الخام بتاعها يعني وتشغل منتجات اخرى، صناعه مغذيه. النهارده كل يوم بنحاول نوصل لمكون محلي اكبر بشكل كبير جدا. بس عندنا في اللي حضرتك بتتكلم فيه في معوقات بتيجي كبيره جدا. 2016 بدات المصنع، كنت بتستورد من بره. كنت بستورد من بره. فانت فهمت اللعبه، فهمت الشغلانه، اشتغلت على النو هاو، اشتغلت على نفسي، اشتغلت عملت البحث والتطوير في الاول، بدات اعمل معمل اشوف المنتج ده بيتعمل ازاي، سافرت كل البلاد المتقدمه فيه، كانت اوروبا ان كانت تركيا ان كانت الصين، بدات اشتغل عليه، عملت دراسه الجدوى بتاعتي، بدات اشتغل، جبت الماكينات بتاعتي وجبت خبره في الاول يشتغلوا معانا، وبعد كده مش موجودين دلوقتي. انا عندي اكتر من 180 مهندس وعامل مصري بيشتغل المنتج ده، اعلى من المواصفات، خدنا كل شهادات الجوده اللي في العالم موجوده، خدناها هنا في مصر وقادرين بنصدر. بتصدر فين بقى؟ انا بصدر لايطاليا، بصدر لاسبانيا، طبعا بصدر للبرتغال، بصدر لقبرص، بصدر لتركيا اللي عندها حوالي 15 مصنع من الصناعه دي اللي كانت بتصدر كل منتجاتها لينا. بس بقابل حضرتك بقى، يعني بكلمك على الايجابيات. لحد الان الاستشاريين والمهندسين وملاك المنشات في مصر يكتب في المواصفات منتج اوروبي. طب انا مصري؟ لا. طب القانون حمايه المنتج المحلي مطبقش؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. أفضلية حضرتك، افضليه المنتج المحلي موجود القانون. شركات الايه؟ كل شركات المقاولات، شركات الانديه اللي موجوده في مصر، كل المهندسين والاستشاريين بيكتب المنتج الاوروبي وما بيتكلمش على المنتج المصري خالص. وفي الاخر وتحديت عملت منتجات مش موجوده عندهم بشكل كبير جدا، ومصنعين زي كتير جدا في مجالات كتيره مختلفه. بحضر معارض في العالم، يعني انا عشان ابيع لاوروبا ده عملت ايه؟ رحت حضرت معارض بره في العالم، في المانيا وفي ايطاليا، خدوا عينات وشافوا واختبروا واجازها. انا قابلني حضرتك نائب وزير الرياضه السعودي، قال لي انا باجي المعرض ده بقى لي 20 سنه عمري ما شفت مصنع في افريقيا ولا الدول العربيه انك تبقى موجود هنا وفي مصر. صدرت السعوديه؟ صدرت للسعوديه كتير جدا، بنصدر لسه الاسبوع اللي فات في الدوري ده احنا مصدرين حاجات كتيره جدا، قادرين نعمل تطور في المنتج بشكل كبير، قادرين نعمل حاجات مهمة جدا. ولكن حضرتك النهاردة بنتكلم على القيمة المضافة والأرض الصناعية وكلا. لا معلش خليك بس، أنا أصلا عندي أنت حالة، اصبر بس حالة. تمام. أنت حالة، احنا خلينا فرصة قدامنا حالة عملية. الراجل مش كلام في العموم. لا مش كلام في العموم. أنت بتقول أنا عندك منتج بتصدره لأسبانيا أو إيطاليا أو السعودية أو غيره، وأكثر 12 دولة بتقول لي أو أكثر 32 دولة في العالم. أنا آسف، معنى ذلك أن المنتج بتاعك محترم جدا يا باسل. طبعا. يعني سيادة النائب أسامة بيه، منتج عظيم 100%. طيب الشركات المصرية او الانديه المصريه اللي بيقول لك حاطط، يعني انا اسف جدا، يعني عقبت انه لازم يكون منتج اوروبي، الراجل ده يا اما مش فاهم يا اما فاسد يا اما بيستفيد. والله هقول ما تقولوا يا جماعه انا